بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي التلاميذ. أهلا وسهلا بكم معنا في رحاب مدرسانة. اليوم بإذن الله سوف نتناول تحليل النص رقم 8. إذا ركز معي عزيزي التلميذ. الأم، هذه الكلمة التي كثيرا ما تتردد على ألسنتنا دون أن ندرك قيمتها الحقيقية في هذا الوجود. فهل سبق لك بني أن فكرت في هذا المخلوق الرائع الذي تنبثق الحياة من عطفه وحنانه؟ إنها المرأة التي شقيت وناظرت طويلا لترتاح أنت وتسعد، وهي التي وهبتك زهرة حياتها دون أن تنتظر منك ردا لجميلها وفضلها عليك. فاحرص بني كل الحرص على أن تكون ابنا بارا بوالدتك. أعد قراءة النص للمرة الثانية. الأم، هذه الكلمة التي كثيرا ما تتردد على ألسنتنا دون أن ندرك قيمتها الحقيقية في هذا الوجود. فهل سبق لك بني أن فكرت في هذا المخلوق الرائع الذي تنبثق الحياة من عطفه وحنانه؟ إنها المرأة التي شقيت وناضلت طويلا لترتاح أنت وتسعد، وهي التي وهبتك زهرة حياتها دون أن تنتظر منك ردا لجميلها وفضلها عليك. فاحرص بني كل الحرص على أن تكون ابنا بارا بوالدتك. أما الآن عزيز التلميذ، إليك أسئلة البناء الفكري. أول ما نبدأ به، ضع عنوان مناسبا للنص. إذن أو هات عنوانا مناسبا للنص. لماذا يعتبر الكاتب الأم مخلوقا رائعا؟ هات أضداد الكلمات التالية من السند: تحزن، عاق، الموت. الآن إليك أسئلة البناء اللغوي. أولا، أعرم ما تحته خط في النص. ثانيا، املأ الجدول التالي. استخرج من النص فعل معتل كلمة تتضمن همزة قطع جملة منسوخة. ثالثا، حول الجملة الواردة بين قوسين في النص إلى جمع المذكر السالم. رابعا، أكمل كتابة الهمزة في الكلمات التالية: سأل، مملوء، بئس. الآن إليك الوضعية الإدماجية. ما أعظم كلمة الأم، لأنها مصدر الحنان لكل واحد منا. تحدث في بضعة أسطر عن الأم وفضلها على الأبناء مستعملا أسلوب التعجب. الآن تطرق الإجابة بعدما حاولت الإجابة على الأسئلة التي تم طرحها سابقا. إذا عزيزي التلميذ، ركز وقارن إجابتك مع إجابتنا. أول ما نبدأ به هو وضع عنوان مناسب للنص. إذن وكما تعودنا، لابد من الرجوع إلى النص وقراءته مرة أخرى. الأم، هذه الكلمة التي كثيرا ما تتردد على ألسنتنا دون أن ندرك قيمتها الحقيقية في هذا الوجود. فهل سبق لك بني أن فكرت في هذا المخلوق الرائع الذي تنبثق الحياة من عطفه وحنانه؟ إنها المرأة التي شقيت وناضلت طويلا لترتاح أنت وتسعد، وهي التي وهبتك زهرة حياتها دون أن تنتظر منك ردا لجميلها وفضلها عليك. فاحرص بني كل الحرص على أن تكون ابنا بارا بوالدتك. إذن العنوان الذي يمكن أن نقترحه هو الأم أو فضل الأم. إذن قال: لماذا يعتبر الكاتب الأم مخلوقا رائعا؟ إذن للإجابة عن هذا السؤال لابد من الرجوع إلى النص. إذن لاحظ معي، إذن يعتبر الكاتب الأم مخلوقا رائعا. لماذا؟ لأنها المرأة التي شقيت وناضلت طويلا لترتاح أنت وتسعد، وهي التي وهبتك زهرة حياتها دون أن تنتظر منك ردا لجميلها وفضلها عليك. عفوا.
الآن المطلوب منا استخراج أضداد الكلمات التالية من السند: تحزن، عاقا، الموت. إذا لابد من الرجوع إلى النص مرة أخرى. إذا قال أولا المطلوب منا إخراج ضد كلمة تحزن. قال: إنها المرأة التي شقيت وناظرت طويلا لترتاح أنت وتسعد. معنى تسعد هي عكس كلمة تحزن. بعد ذلك طلب منا إيجاد عكس كلمة عاقا. عاقا بمعنى عاصي. فقال: فاحرص بني كل الحرص على أن تكون ابنا بارا. إذا بارا هي عكس كلمة عاقا، معناها برا مطيعا. بعد ذلك طلب منا إيجاد عكس كلمة الموت. إذا عكس كلمة أن ندرك قيمتها الحقيقية في هذا الوجود. هل سبق لك بني أن فكرت في هذا المخلوق الرائع الذي تنبث كل حياته من عطفه وحنانه؟ إذا الحياة عكس كلمة الموت. الآن نتطرق إلى الإجابة عن أسئلة البناء اللغوي، وأول ما نبدأ به هو إعراب الكلمات التي تحتها خط في النص. إذا لاحظ معي الأم، إذا الأم نلاحظ بأنها كلمة تدل على اسم وقعت في أول الجملة، إذا هي عبارة عن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. في هذا المخلوق الرائع، الرائع هنا صفة مجرورة وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. بعد ذلك طالب منا ملء الجدول التالي، فعل أن نستخرج فعل معتل، كلمة تتضمن همزة قاطع وجملة منسوخة. إذا لاحظ الأم، نلاحظ بأنها كلمة تتضمن همزة قطع، إذا الأم. قال: الأم هذه الكلمة التي كثيرا ما تتردد على ألسنتنا دون أن ندرك قيمتها الحقيقية في هذا الوجود. فهل سبق لك بني أن فكرت في هذا المخلوق الرائع الذي تنبثق الحياة من عطفه وحنانه؟ إنها المرأة التي شقيت وناضلت. لاحظ، إذا ناضل عبارة عن فعل معتل. طويلا لترتاح أنت وتسعد، وهي التي وهبتك. وهب أيضا فعل معتل نوعه مثال. وهبتك زهرة حياتها دون أن تنتظر منك ردا لجميلها وفضلها عليك. فاحرص بني كل الحرص على أن تكون ابنا بارا بوالدتك. إذا أن تكون ابنا بارا بوالدتك عبارة عن جملة منسوخة. وقلنا عزيزي التلميذ، الجملة المنسوخة هي كل جملة تدخل عليها كان أو إحدى أخواتها أو إن أو إحدى أخواتها. الآن طلب منا تحويل الجملة الواردة بين قوسين في النص إلى جمع المذكر السالم. إذا نعود إلى النص مرة أخرى. إذا فاحرص بني كل الحرص على أن تكون ابنا بارا بوالدتك. طلب منها تحويلها إلى جمع المذكر، فأقول: فاحرصوا أبنائي كل الحرص على أن تكونوا أبناء بارين بوالدتكم. إذا أقول: فاحرصوا أبنائي كل الحرص على أن تكونوا أبناء بارين بوالدتكم. الآن نقوم برسم الهمزة في الكلمات التالية. الكلمة الأولى سأل. لاحظ عزيزي التلميذ، قلنا الذي يتحكم في كتابة الهمزة على الألف أو الواو أو النبرة هي حركة الهمزة والحرف الذي قبلها. لاحظنا بأن الهمزة هنا مفتوحة وما قبلها مفتوح، إذا لابد أن ترسم الهمزة على الألف. مملوء. إذا هنا الهمزة جاءت متطرفة، تكتب على السطر. لماذا؟ لأن قبلها حرف مد. بئس. بئس لاحظنا بأن حركة الهمزة ساكنة وما قبلها مجرور، إذا هنا ترسم الهمزة على النبرة. الآن إليك الوضعية الإدماجية.
ما أعظم كلمة الأم لأنها مصدر الحنان لكل واحد منا. تحدث في بضعة أسطر عن الأم وفضلها على الأبناء مستعملا أسلوب التعجب. إذن أولا نضع المقدمة، نتحدث عما تعنيه لنا الأم بصفة عامة. إذن الأم أعظم مخلوق في هذا الوجود، فهي من أجل النعم التي أنعم الله بها علينا، فبها تطيب الحياة وبها تسعد النفوس، وفي ظل رعايتها ننعم بالأمن والأمان. الآن نتطرق إلى نص الموضوع والتحدث عن فضل الأم. ما من مخلوق على سطح الأرض إلا ويعترف بفضل الأم، فهي التي تحملت مشقة حملنا في أحشائها 9 أشهر. وأرضعتنا من حليبها الصافي لمدة 2 عامين دون كلل ولا ملل، وهي التي سهرت على تربيتنا وتعليمنا، وهي التي تعتني بطعامنا ونظافتنا، وتسعى جاهدة إلى توفير الراحة لنا، وتلبية كل ما نطلبه. فما أعظم فضل الأم علينا، لأن هنا وظفنا أسلوب التعجب. ولا عجب أن يوصي القرآن بها خيرا في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. إذا سورة لقمان الآية 14. إذا ونضع كخاتمة قول ونختم بقول الشاعر: الأم رمز الوفا، ما قلتها عبثا، قد قالها الناس عن وعي وإدراك. إذا دمت وبهذا عزيزي التلميذ نكون قد أنهينا تحليل درسنا لهذا اليوم، ودمت في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.